الماضية كثير من اللغط من الاتهامات لجدول الدوري، وبعض الناس تساءلت كيف يعني تم إعداد هذا الجدول. الأهلي يخوض 4 مباريات قوية من البداية، مواجهات بين الفرق الصغيرة، رغم أنني شخصيا حقيقة يعني حضرت القرعة وقدمت القرعة وكانت الأمور واضحة تماما. فهل من توضيح؟ بالضبط. طبعا اخوي عدنان، في البداية بخصوص القرعة وبخصوص الأجندة، طبعا انت عارف ان موضوع الأجندة، اذا تكلمنا نحن عن وضع الأجندة طبعا هناك العديد من النقاط التي يجب النظر فيها قبل البدء في عملية الأجندة وعملية ايضا المباريات. اما في حيث ان هي كيفية وقوع، هي قرعة في النهاية، يعني صعب اني انا الان اتوقع شو هي الانديه اللي تلعب في البدايه وشو هي اللي في النهايه، وهو ايضا مبدا بحيث ان تكون فيها العداله، ان العمليه تكون قرعه. ومثل ما تفضلت انت كنت موجود عندنا في القرعه وشفت الاجراءات وشفت الامور المتبعه، طبعا هاي في بشكل عام يعني مش فقط عندنا نحن في الدوله. بخصوص موضوع التوقيت المباريات، ما اتوقع هناك كان في لغط ولا كان في شيء، ولكن يعني مثل ما انت عارف كما هو يحصل في الدوريات الاوروبيه هناك بعض الحقوق الموجوده، يعني لدى قناتكم قناه دبي الرياضيه وقناه ابو ظبي الرياضيه، فكان هناك اجتماع تنسيقي كما يحدث هو دائما قبل بدايه الموسم. نعم. للتنسيق في عمليه جدوله المباريات، فارتأوا الاخوان في الاجتماع الممثلين القنوات بحيث ان نحن قد يمكن ان نجرب، اللي هي الفكره الرئيسيه اللي كانت فيها ان نجرب ان ناخر شوي بدل ان الناس تطلع من الدوامات. نعم. في فتره متاخره نوعا ما، ومن ثم يتم البدء في عمليه الحضور للمباريات، ان ناخر الفتره هذه. ولكن ما ترتب على ذلك ان كان ايضا المباراه الثانيه تاخرت كثيرا، ان تبتدي الساعه 9 مساء ومن ثم يتم الانتهاء من 11 تقريبا. فعلى هذا الأساس بعد ما تم تجربة هذا أيضا راجعنا الموضوع، وتم التنسيق أيضا مع الأخوة في القنوات والأخوة المعنيين، وارتئينا أن فعلا التوقيت السابق هو كان أفضل من التوقيت اللي تم تجربته في تلك الفترة. جميل. أنا سأعود إليك أيضا، يعني لطالما أيضا يقوم الأخوان بترتيب عملية تداخل في الصوت في عدد من الأسئلة. الآن يعني أعود لضيوف الكرام، وسنعود لعبد رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة. وعندما أتحدث عن الجانبين بناصر، يعني استمعت لما ذكره الكابتن أحمد عيسى، لما ذكره الأستاذ ضياء، بأن الأمور لا تسير بشكل منظم بعد 5 سنة. يعني الآن بدأنا مرحلة انتقالية في الاحتراف، الآن بدأنا نركب قطار الاحتراف، الأمور لم تكن منظمة، الأمور يعني فيها نوع من العشوائية وغير ذلك. هل تتفق أم لك وجهة نظر أخرى؟ والله يا ابو حمد، انا اشوف من ضمن الاشياء اللي بتخلينا نحن نوقف القطار الاراء هذه، يعني مع احترامي لكافه الاراء، مش انتقادا او انتقاصا او اختلافا في الراي، ولكن اذا بتسمح لي في ما هو الاحتراف من الاساس؟ اذا احنا تكلمنا عن الاحتراف في البدايه، هل هي الفكره الان نحن نتكلم عن عقود لاعبين؟ هل هي برمجه دوري؟ هل هي شماعه قد يستخدمها البعض لوضع أي خلل يحصل؟ ما هو الأساس؟ لماذا احترفنا؟ لماذا طلبنا بالاحتراف؟ يمكن هذه الأسئلة لو نبتدي فيها شوية ونتناقش فيها يمكن نصل إلى مثلا نقطة وسطية، ممكن نقطة نحن ممكن نتفق في الرأي فيها. نعم. إذا ما تكلمنا أخوي عدنان، اليابان بدأت بإنشاء لجنة وبعد 5 سنوات بدأت في الدوري، ومن ثم بدأ الركب في القطار. في طبعا هناك العديد من النقاط، إذا ممكن يسمح لنا الوقت بعدين في أثناء الحلقة في النقاش فيها، ولكن إذا كانت اللجان الآسيوية والاتحاد الآسيوي يعتبر الإمارات من ضمن أفضل 5 دول في المنظومة الاحترافية، إذا يجب أن نقتنع أن نحن لا، نحن ركبنا القطار ونحن في ضمن المنظومة الاحترافية، ليس من ضمن تقييمنا نحن ولكن من ضمن تقييم الخبراء. هل نحن في أفضل حالاتنا وهل هو هذا المطلوب في النهاية؟ لا. ولكن إذا ارتأينا الموضوع ورأينا أن
ننتظر ونخطط ومن ثم نبدأ، أم نبدأ من حيث انتهى الآخرون ومن ثم نحاول أن نطور؟ أنا في رأيي البيئة اللي نحن نعيش فيها من الأفضل أن مدام في دول سبقتنا في الاحتراف أن نحن بدأنا من حيث انتهوا ومن ثم بدأنا في العمل والتصحيح. صعب أنك أنت تبتدي الآن وفي خلال 4 سنوات تقول أنا وصلت للشيء المطلوب، لأن صدقني لو نحن قعدنا نقول نحن بنخطط وبنعمل وبنسوي ومن ثم بدأنا، تأكد تماما أننا لحد اليوم ما راح نكون بدأنا في العملية الاحترافية. جميل. أولا أخي عدنان، لا أنا ما بمد ريد على قد الحافي، الحمد لله الحافنا الحاف يغطي ويزيد، وقلت لك نحن الحمد لله في دولة الإمارات من الدول اللي نستطيع. لا بالعكس، خلني دائما أطلع للشيء الأفضل حتى ولو كان هو مثل ما قلت لك أنا سبقني، ولكن أطلع أني أنا كيف أقدر أوصل. في نفس الكلمة اللي ذكرت لك عنها رئيس الدوري الياباني ذكر بأن التطبيق راح يختلف من دولة لأخرى، بحيث أن البيئة اللي موجودة تختلف من مكان إلى 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 آخر. إذا تكلمنا أخوي عدنان والأخوة الضيوف، أنا اختصرتها في ثلاث محاور رئيسية إذا نحن تكلمنا فيها: بيئة، وبيئة نتكلم عن بنية تحتية، تعليم، جهات مختلفة كثيرة، قد يكون الإعلام أيضا أكيد من أحد ركائزها، ثم نتكلم عن إدارة، وهذه هي النقطة اللي أنا أعتقد أنها في الفترة الحالية يجب التركيز فيها، الإدارة المحترفة. هذه المحور يمكن هذا أنت بتحتاج حلقة كاملة صحيح. تتحدث عن فكر الإدارة المحترفة نعم. ومن نعم. ثم اللاعب المحترف. هذه الثلاث محاور اللي أعتقد أنه يجب التركيز عليها لتصل إلى معنى الاحتراف الحقيقي اللي طيب. يعني نحن إلى أي مدى وصلنا في، لن أتحدث عن البيئة، لأن لن أتحدث عن البيئة بمعناها الشمولي، ولكن يعني في قسم البنية التحتية وما شابه ذلك يعني تعتبر الأمور مقبولة، ولكن في جانب الإدارة وفي جانب اللاعب يعني أعتقد ما زالت الخطى بطيئة وبطيئة جدا، ألا توافقني الرأي؟ والله إذا بتقيس على 4 سنوات، طبعا نحن نتكلم الآن أن لو أي أنا قارن قبل 4 سنوات لم تكن هناك بنية كهيكلة واضحة، ما هو الهيكل للنادي أو للشركة كرة القدم المحترفة، لم نكن نملك ما يسمى شركة، لم نكن نملك ما يسمى نظام، كيفية دخول اللاعبين، كيفية عمل أبو حمد بخصوص الاحتراف. طبعا أي شيء موجود وأي شيء جديد الفكر يبتدئ في النشأ، وهذا أساس الاحتراف في كل مكان. يعني لو رحت أنت لأي دولة بيقول لك أنا بديت من النشأ، يعني بديت أنا من المدارس الكرة والأكاديميات على هذا الأساس وضعت كشرط نعم. ولكن هذا لا يمنع أن نحن الآن أيضا نبتدئ مع الجيل الحالي كمعطيات وكمخرجات، ما راح تحصلها مثل ما راح تحصل إذا كان في أساس موجود تحت. إذا نعم نتفق أنها راح تحتاج سنوات قدام، ولكن لا يمنع أن نبتدئ الآن مع الجيل الحالي. إذا نحن ونعمل نحتاج لأنه أسس يعني تحت. نحن نحتاج إلى جيل جديد ليهضم هذه الثقافة لتحصل على أفضل مخرجات. جميل. كأفضل تفضل معك تفضل أكمل. يتحدث عن الجمعية العمومية، يقول جمعية غير فعالة ويطالب بأن تكون لجنة المحترفين، لجنة الاحتراف هي المرجعية التي تقيم لجنة دوري المحترفين. طبعا في الأساس أنا مثل ما قلت لك ومثل ما ذكرت لك، من يضع معايير الاحتراف؟ الاتحاد الآسيوي. الاتحاد الآسيوي هو من يقيم وهو من يأتي ويبحث أين وصل، يعني أين أنت من النقاط المطلوبة. هذه على مستوى أشمل وعلى مستوى أكبر، ولكن إذا مرتئينا نحن داخليا نحن نبحث عن أصحاب الحق، يعني أنت كيف تكون أنت كجهة منفذة وجهة رقابية. على هذا الأساس قلنا نحن السلطة الأعلى عنك اللي هي الجمعية العمومية، إذا هي السلطة الرقابية التي تراقب على الجهة التنفيذية اللي تحت تكون موجودة، ولكن كمظلة أكبر وأشمل هي الاتحاد الآسيوي من قبل اللجان الخاصة بالاحتراف. طيب سؤال أخير أرجو أيضا يعني سأكرر الاختصار فيه باختصار. يأتي صوت من بعيد ويقول ما الذي حققه الاحتراف في دولة الإمارات، ويأخذ يعني مثالين، يقول السعودية، الإمارات، قطر طبقت نظام الاحتراف، الكويت، عمان، البحرين لم تطبق، وبالتالي المقارنة متشابهة، كيف ترد على ذلك؟
لا أخي الكريم، نحن ما نبحث الآن يعني في تشابه، نحن نتكلم الآن مثل ما ذكرنا في السابق، هل نحن نتكلم عن نتائج، هل نحن نتكلم عن منتخبات؟ لا، هي مش فقط بهذه النظرة الضيقة، هي نظرة أكبر بكثير عن ذلك. إذا جيت أنت الآن شفت كبنية تحتية موجودة في هذه الدول التي أجبرت، هي أفضل بكثير عن الدول غير المحترفة. صحيح. ككادر موجود وكنظام موجود هو أفضل بكثير. إذن لا نستطيع أن نرى فقط الكل دائما ينظر إلى يعني الغالبية العظمى أو السواد الأعظم ينظر إلى النتائج، ينظر إلى الإنجاز، ينظر إلى البطولات. إذا لا تبحث عن احتراف، أنت تبحث عن نتائج. إذا يعني خلنا نحددها، إذا نبحث عن نتائج إذا المنظومة مختلفة تماما. نحن لا نتحدث، أحد النقاط هي الناحية الفنية بالتأكيد، ولكن ليست الكل. ألا تعتقد أن الاحتراف الصحيح يأتي بالنتائج، يأتي بالثمار؟ هو أحد الأهداف، ولكن مثل ما ذكرت لك أنا في كل الرؤى وكل الجهات الموجودة، يعني لما تكلمنا نحن مثلا عن المثال الألماني، لما خرج من كافة البطولات بدأ بالاهتمام بالنشئ في الناحية الفنية فقط، إلى حين وصل أنه حقق بطولة كأس العالم. هناك خط واضح في هذا الشيء، ولكنه ليس الكل، هو مقياس في اتجاه معين فقط. جميل. هناك بيان، طبعا هناك لائحة وفيها قانون خاص بمثل هذه الأمور. نعم. فقط تم التذكير بهذا هذا النظام عن طريق تعميم صدر للأندية. يمكن حتى أخوي عدنان، نحن دائما ما كنا نتكلم أن الآن أيضا نحن نتكلم عن دائما بيئة النادي نفسه. تجد بعض الأندية واضح النظام، واضح الانضباط، واضح الأمور هذه، وتجد بعض الأندية لا، تارك الحبل على الغارم، يعني تحصل أن تحصل فيه انفلات في الأمور هذه. على هذا الأساس نحن نسعى دائما أن تكون فعلا في دور إداري واضح كبير في المنظومة بشكل عام، مش فقط في هذا الجانب. نعم. طيب من المرجع؟ هل المرجعية أنتم كلجنة محترفين، أم هذه اللجنة تحتاج لقرار، دعنا نقول فوقي، كما حدث في السعودية، من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، في الإمارات من الهيئة العامة للشباب؟ لا، ما كان هناك بيان، طبعا هناك لائحة وفيها قانون خاص بمثل هذه الأمور. نعم. فقط تم التذكير بهذا هذا النظام عن طريق تعميم صدر للأندية. يمكن حتى أخوي عدنان، نحن دائما ما كنا نتكلم أن الآن أيضا نحن نتكلم عن دائما بيئة النادي نفسه. تجد بعض الأندية واضح النظام، واضح الانضباط، واضح الأمور هذه، وتجد بعض الأندية لا، تارك الحبل على الغارم، يعني تحصل أن تحصل فيه انفلات في الأمور هذه. على هذا الأساس نحن نسعى دائما أن تكون فعلا في دور إداري واضح كبير في المنظومة بشكل عام، مش فقط في هذا الجانب. نعم. طيب من المرجع؟ هل المرجعية أنتم كلجنة محترفين، أم هذه اللجنة تحتاج لقرار، دعنا نقول فوقي، كما حدث في السعودية، من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، في الإمارات من هل المرجعية أو هل لجنة دوري المحترفين تحتاج إلى مرجعية عليا متمثلة في الهيئة العامة لشباب الرياضة، كما حصل في السعودية من الرئاسة للجنة؟ لا 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 نهائيا. قلت لك أنا، نحن موجودة عندنا، هي الآن في لائحة موجودة، نحن أصحاب القرار، اللوائح موجودة. ولكن أنا اللي أختلف عنه، يعني اللي ذكرته دائما، اللي هو اللي حصل في ملاعب السعودية، كانت الطريقة، يعني أنا لاحظت يمكن وانتقدنا الطريقة، كانت شوية صعبة أنك أنت تي كحكم مباراة وتقص الشعر والمنظر بشكل عام. ولكن يجب أن يتم طبعا كافة الأمور. نحن دائما ما كنا نذكر أن في مراقب مباراة وفي حكم رابع، أنت ممكن في غرفة تبديل الملابس تشير إلى هذه المواضيع، ومن ثم هناك عقوبات، ولكن تنفيذها ما يكون، يعني قد نختلف في طريقة تأدية العقوبات فيها. جميل. أنا